قال لك حكاية رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية قال هل من العادي قضايا تقعد 10 سنوات؟ أنت تشوفها عادي يا ولدي نحكي يعني على صلح جزائر. في القضايا هذه تاخذ مسارها طبيعي انها تزرب رئيس الجمهوريه وعلى رئيس خاطر ما عندهاش رئيس الجمهوريه من العادي رئيس رئيس الجمهوريه بالنسبه لي باش نجاوبك على خاطر انا نعرف على جدوم 10 سنوات على خاطر برمشي شوف انت كي تدخل الدائرة وتشوف الملفات بالرزز محطوطين وتشوف اللي ما فماش قضاة والقاضي مطالب انه ينظر في القضايا الكل والاختبارات بطبيعة الامر ما ينجموش ومن بعد المسار القضائي المسار شو بين يا ولدي هو باش نعطيك شو اذا التعشين ولا وين القضايا الجزائية شو نقول لك قاضي تحقيق عنده الحق 14 شهر ومن بعد دائرة اتهام ومن بعد محكمة تعقيب وإذا كان وقع النقض تعاود ترجع لدائرة الاتهام وإذا كان دائرة الاتهام لن تلتزم تعاود تمشي دوائر المجتمع من بعد نمشيو مجلس وعنا طور ابتدائي وعنا طور استئنافي وعنا طور تعقيبي وعنا دوائر المجتمع مرة أخرى انت مش 10 سنين انت 20 سنة شو بينا على سؤال فما في ذهنك انت في ذهن سونيا الدهماني ناس سرقت البلد هذه ولا ما فماش اللي عمل لي خلص فما ناس سرقت ولا ما سرقتش بطبيعة الأمر بطبيعة الأمر أما مش هذا موضوعي مش هذا موضوعي رجعناش فرنك من الناس اللي سرقت استنى أصبر أصبر أنا باش نجيبك أنا باش نجيبك معناتها أنت تقولي لجنة الصلح الجزائي فشلت مدخلة فرحانة مانيش فرحانة بالكش الفلوس باش تمشي لنجيب قيس سعيد أما قلنا اللي هي باش تمشي لما سمعنا حد الميزانية الدولة التونسية شوف برهان باش نجاوب المصيبة في هذا الكل شنية أني تونس فشلت في أن تكون عندها منوال تنموي ناجح برقيبة خدم بصندوق النقد الدولي بن علي باع المؤسسات العمومية اليوم نحكيه على صلح جزائي فاشل فشلا ذريعا خطر 30 مليون دينار بعد عام شكون قال لك بعد عام 30 مليون دينار لا خرج الرقم هذايا لا ما زالت قضايا اسمعني ما زالت ملفات لكن عندنا ديدلاين اللي هي 11 ليش نوفمبر على فكرة